طلابي الاعزاء، يسعد اوقاتكم. من معهد الاشرفي رح نتعرض لدرس السياحه لتعويض الفاقد التعليمي. سؤالنا الاول للسياحه، استنتج للسياحه نوعين وفق المكان، اشرح النوع الاول واستنتج الثاني. موجود عندك بالصفحه الاولى ابني، موظفين اثنين لشركه بدها تكافئهم، فطلبت منهم طلب البلد اللي بيحبوا يزوروه سياحيا. طلب احد الموظفين زياره مدينة أو محافظة درعا للاستجمام بالمياه المعدنية لأنه يعاني من التهاب المفاصل، وطلب الآخر لأنه يحب السفر والترفيه طلب كرت سياحة إلى إسبانيا. هلا هون معي استنتج للسياحة نوعين وفق المكان، اشرح النوع الأول. النوع الأول اللي هو خلينا نقول طلب السائح السياحة لإسبانيا، السياحة الخارجية وهي سفر الأفراد أو تجول الأفراد خارج القطر لمدة زمنية محددة. بينما النوع الثاني من السياحة هو السياحة، الموظف الآخر، الداخلية، نفس التعريف تقريبا، وهي سفر هذا الفرد للتجول ضمن محافظات القطر لمدة محددة. استنتج، ننتقل للسؤال الثاني، استنتج مما سبق نوع السياحة التي قام بها كل من موظفي شركة سياحة محددة مقوماتها. الموظف الأول نحن قلنا اللي طلب السياحة لإسبانيا، السياحة المكانية. طيب أنا بدي أشوف شو هي السياحة المكانية، يعني بدي أحدد نوع المكان. طيب السياحة المكانية بناء على شو بدي احددها؟ وفي عندك السياحة النوعية، السياحة وفق المكان، سياحة خارجية. بينما الموظف الثاني طلب سياحة داخلية. طيب هلأ بدي شوف السياحة حسب النشاط. الموظف الأول اللي طلب السياحة لإسبانيا شو النشاط اللي بده يمارسه؟ ترفيه. اما الموظف الثاني اللي طلب سياحه داخليه وبده يروح للمياه الكبريتيه فهي سياحه علاجيه ليستشف من مرض التهاب المفاصل معه. بدي استعرض مقومات كل سياحه منهم. الموظف الاول شو مقومات؟ باخذ مقومات اسبانيا، مناخ متوسطي دافئ، سلسله مطاعم وفنادق، تنوع بيئي وطبيعي. اتفق، وفيك تضيف انت بعض المقومات. بيجي للسياحة العلاجية، السياحة اللي طلبها الموظف السوري للعلاج في محافظة درعا، بزار احد مواقع العيون الكبريتية لاستشفاء مرض المفاصل. وبقول مقوماتها، اولا توفير كادر طبي للإشراف على العلاج، وجود المياه الحارة الكبريتية، وجود طرق مواصلات وخدمات البنية التحتية، مثال مطاعم فنادق منتجعات. بنتقل للسؤال الآخر اللي بيقول لي، برأيك هل يمكن إدراج محمية الفرنلق على لائحة التراث العالمي الطبيعي؟ طبعا يمكن إدراجها، في عنا شروط لإدراجها موجودة بكتابها بالصفحة 161. أولا تتمتع بجمالا طبيعيا استثنائيا، هي أول بند فيه. اثنين، فيها صخور خضراء نادرة جيولوجية، تحتوي أنواع من الطيور النادرة، وكله عندك ابني موجود في النص. السؤال الآخر، ماذا يجب علينا وعلى العالم في حال إدراج محمية الفرنلق على لائحة التراث
العالمي. أولا حماية الأنواع المهددة بالانقراض. حماية الأنواع المهددة بالانقراض، هاي واحد. اثنين حماية البيئة، مثال عدم قطع الأشجار أو إشعال الحرائق أو التلوث البيئي الموجود هناك، والحفاظ على التنوع البيئي، تنوع النبات. جعلها ثلاثة، جعلها مقصدا للسياحة العالمية عن طريق البروشرات والإعلام. بهذا نكتفي بهذا القدر، نرجو أن نكون أصلنا الإفادة إليكم جميعا، والله الموفق.